أحسن الله إليكم. تقول إذا كان شخص يعمل في شركة وأخذ بعضا من أدوات الشركة دون علم أصحابها فقام بإهدائها لشخص آخر، وهذا الشخص المهداة له يعلم أنها مسروقة، فهل يجوز للشخص الثاني المهداة له أن يأخذها؟ وكذلك إذا قام هذا الشخص الثاني بإعطائها شخصا ثالثا، وهذا الشخص الثالث يعلم مصدرها وأنها مسروقة، فهل يجوز له أن يأخذها ويقول إن الذنب يقع على الشخص الأول الذي يعمل بهذه الشركة وأنهما ليس عليهما ذنب؟ هذا كلام لا يجوز ولا وعمل باطل. وإذا علم أن هذا المال مغصوب أو مسروق أو مأخوذ بغير حق فلا يجوز للمسلم أن يقبله هدية ولا أن يشتريه من صاحبه، لأنه غير مالك له ولأنه ظالم، فلا يجوز قبوله، بل يجب رده على مستحقه وعلى صاحبه. وليس الإثم يقتصر على السارق أو الغاصب، وإنما يتناول من تشارك معه في وأقره على هذا العمل وقبل هذه الهدية، أنها هدية من مال محرم فهي محرمة. نعم.